الباب السابع عشر: باب في وجوب الانقياد لحكم الله، وما يقول من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم.